انه لعبت كام قمه مع الاهلي وانت في الزمالك؟ لا لعبت كتير، 5 سنين مع الفريق الاول لعب، فشوف بقى كل سنه ماتش رايح وماتش جاي يبقى دي 10، غير مثلا كاس مصر كام ماتش. اكتر حاجه تفتكرها في القمه دي ايه؟ حاجات كتير، اصل كل ماتش انا عارف هو عايز يوصل ليه، اللي احنا كنا الكوبري. اكتر حاجه افتكرها هو بيحرق نفسه دايما. انا بساله، ما انا اصل احنا لسه بنتكلم، فانت بسألك. انت عايز توري الناس، انا ما بكسفش هقول. لا قول ماشي فضل. الكوبري اللي انا خدته من ابو تريك. وكان ساعتها في استاد القاهره بقى، في وسط ايام الجمهور بقى، احلى ايام بقى، 100,000. فدخل على ابو تريكه كده بعشم قوي، وانا اللي كنت ماسكه، اصل انا كنت موعود لازم امسك انا النجوم في اي فرقه. طارق التايب امسك طارق التايب. خد بالك ده مسك ميسي في ماتش وانا في الاهلي، كابتن حسام بدري قال لي امسك ميسي. طب ازاي طيب؟ وانا مش عارف في الزمالك امسك متعب، امسك ابو تريكه. انا كنت دايما تصدق انت كنت ماسك ميسي فعلا، وانا ما شفتكش في ولا لقطه مع ميسي. لا كان بيقع، هو مين اللي كان بيضربه ده؟ انا كل كره كنت انا اللي بضربه. كنت قاعد، انا كنت قاعد بتفرج على الماتش، احنا كنا قاعدين انا و ايوه، بس مين اللي كان بيضربه؟ طارق السعيد ده، هو اتنرفز مني من كتر الضرب، اصل ده لو لف لي ده بينفض نجوم العالم. يعني ده لو لف لي لسه صغير بقى ولسه كلمني بس على الكوبري ابو تريكه الاول كده، عشان انت عايز تلف تلف وتوصل للكوبري. مش انت اللي قلت؟ ماشي. بص يا عم، انا ساعتها قالوا لي امسك ابو تريكه، مش متذكر كان مين، كان فاروق جعفر تقريبا او مين، قبل الماتش في المحاضرة، امسك انت ابو تريكة. قلت لهم ماشي حاضر. لعبت على ابو تريكة في كرة كده داخل عليه، فداخل بعشم قوي، والاستاد متقفل بقى ايام استاد القاهرة بقى، اهلي الزمالك بقى وقمة، اهلي وزمالك بقى وقمة، وانا لسه صغير بقى، فعشان كنت بجري كتير، فانت وراه في كل حتة، لو طلع يشرب بيطلع وراه، وانا داخل بعشم، وابو تريكة انت عارف بيلعب بالخارجي، وانا داخل وبعمل كده، راح عاملها لي كده، لقيت الجمهور كنت عايز اقول للكابتن غيرني. فده اكتر حاجه في ماتشات القمه افتكرها يعني. فلعبت وانا في الزمالك، لعبت ضد الاهلي كتير جدا جدا، نفس الحكايه لما رحت الاهلي لعبت كتير جدا. فماتشات القمه بالنسبه لي، عارف، دي زي ما بيقولوا كده بتصنع النجوم.